معناتها الاقتصاد اللبناني بدورته المالية اقتصاد الكاش هو اقتصاد مشكوك بعمله، قد يتضمن الكثير من المشاكل وما يسمى الموبقات المالية والاقتصادية والجرائم المالية بما فيها تبييض الأموال والجرائم الناتجة عن العمليات التجارية الغير مشروعة. تصنيف الرمادي سيؤدي إلى التعاطي بحذر شديد مع دولة لبنان وكل التعاملات المالية سواء كانت بالداخل أو بالخارج، ستكون موضع تدقيق وتمحيص شديد، وقد تكون المعاملات المالية مع الخارج الأكثر صعوبة لأنه ستتطلب أوقات طويلة لإتمامها. هذه قد تؤثر على عمليات الاستيراد، قد تؤثر على عمليات التبادل التجاري مع الخارج، وقد تؤدي إلى اختناق الاقتصاد والدورة المالية بشكل كتير كبير. هون في حذر على ما تبقى من بقايا اقتصاد وطني وما تبقى من تعاملات مع الخارج والمؤسسات المالية الخارجية سواء الدول أو المصارف أو المؤسسات المالية الكبيرة. ستعمد بعض المصارف إلى قطع علاقاتها بلبنان، وستعمد بعض الدول إلى تضييق علاقاتها بلبنان، أما المؤسسات المالية الكبيرة الدولية فستضع شروط قاسية جدا على لبنان. كان من المفترض أن تعمد السلطة إلى تنفيذ إصلاحات سريعة ومنع الاقتصاد الوطني من أن يتحول إلى اقتصاد كاش ونقدي، ولكن ما حصل قد حصل. اليوم سيدخل لبنان في مستقبل مالي واقتصادي غامض ورمادي تماما، كما وضع لبنان بالتصنيف ضمن الخانة الرمادية. لطالما حذرنا من هذا المصير، ومنذ أشهر ونحن ننادي ونطالب السلطة بالقيام بمسؤوليتها والإجراءات الإصلاحية اللازمة لمنع استمرار لبنان بالفوضى المالية والاقتصادية اللي عصفت فيه بالآونة الأخيرة. اليوم بالعشر الأخير من أيار في اجتماع لمجموعة العمل المالي الدولي الجافي، ومن المؤكد أن الأمور ستشهد وضع لبنان ضمن تصنيف اللائحة الرمادية أو التصنيف الرمادي.